بسم الله الرحمن الرحيم. أنا درك بائع متجول شارع محمد الخامس بفاس. وما نطولش، أنا ضربت 3 سنين هذه مؤخرا، 3 سنين باش تسجلنا وباش تحصينا. 3 سنين فاش جا القائد القديم تسجلنا وتحصينا على أساس أننا غادي نستافدوا من المبادرة الوطنية ديال جلالة الملك. دازت 3 سنين، مشى حوار تيديك الحوار، تبين في الأخير على أن داك الحوارات كلهم غير دولي برام، ما كاين حتى شي حاجة. جا السيد القائد الجديد الله يجازيه بخير، جا هادي عام باش جا، هو ما عمرو جا عندنا، ما عمرو جرى علينا، ما عمرو قال لنا حتى شي حاجة. قال لك عاوتاني وليو تسجلوا، ولينا تسجلنا، اتضح على أن داكشي كله ما كاين منه حتى شي حاجة. حنا من هذا المنبر ما باغي لا فوضى لا حتى شي حاجة، تناديو بالتفعيل ديال الرسالة الملكية والهيكلة، تناديو بالتفعيل والهيكلة ويوجدوا لنا حل. هما الحل ديال الزليج لقاوه باش يحيدوه، وحنا اللي فوق الزليج ما لقاولناش الحل. السيد الباشا قايم بالواجب، هادشي ما تنكروش. حنا في هاد المقاطعة ديال الأطلس واللي تعتبر من أغنى المقاطعات على صعيد فاس، هي اللي ما لقاولهاش الحل. حنا هنا تنشكلوا واحد الأسرة، لا أعوان السلطة لا القوات المساعدة، كنا هنا أسرة وحدة، عمرهم ما شافوا العيب ديالنا وما عمرنا شفنا العيب ديالهم. لهذا تناديو من جديد بالتفعيل ديال الرسالة الملكية والهيكلة ديال البائع المتجول. هاد الناس كلها بحال بحال الهيكلة، ورجعوا للمنتخبين. إلا رجعنا للمنتخبين مشينا عند الناس المسؤولين، قال لك حنايا ما عندنا ما نديرو لكم، حنايا صوتنا على الوالي الصالح غدا غادي يدير لنا شي حاجة. فين هو الوالي الصالح؟ الله أعلم. ما غاديش نطول، هاد الوقفة درناها كوقفة غير إنذارية سلمية على أساس نوصلوا الصوت ديالنا باش نكونوا واضحين. حنا ما عندناش شي مدخول واحد آخر، ما عندناش شي بلاصة غنمشيو نترزقوا فيها الله، ما عندناش ما ندخلوا لولادنا. يكفيهم أننا ملي ترجعوا للدار في الليل تلقى وليداتك معرضين لك، أبا بابا با شنو داروا معك بابا، واش عطاوك الحانوت، واش استفدتي؟ غير هادي تكفي هاد المسؤولين. وذنوبنا وذنوب وليداتنا عليهم على رقبتهم. واحد الملاحظه بغينا نعرفوا، واش الكلام صاحب الجلاله ما بقاش عنده قيمه؟ السلام عليكم اخواني، الاحترام نحترموا الموقف يا السلطات جميعا، من القوى المساعده، من السلطات الداخليه، وكنتكلموا مع هاد الناس في الموضوع خاص. ما احنا باغيين فوضى، ما باغيين شي حاجه ديال 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 خارجه على القانون ولا شي حاجه. كنطلبوا القوت، كنطلبوا القوت لوليداتنا والاستمراريه، اننا فين غادي نكونوا ان شاء الله. البليصه ديالنا يوفرها لنا السيد الباشا والسيد القائد المحترم والسيد الوالي المحترم والسيد العمده المحترم. ولهذا كنطلبوا من الاخوان، حتى واحد ما يمس الكرامه ديال السلطات، حتى واحد ما يمس الكرامه ديال 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 الممر ديال الشارع ولا ديال هذا ولا الفوضى. الله يرحم الوالدين. ومن هذا الباب هذا كنحييو جميع السلطات وكنطلبوا منهم، والسيد الوالي كنأكدوا على السيد الوالي باش ينظر لنا الحاله ديالنا والحاله ديال هاد الناس. كل واحد عنده 6 7 النفوس كيخدم عليهم، والكراء والموضوع والمصاريف، ان هاد السنه ديال 2019 راه تزادت فيها ميزانيه ديال زياده على الموضوع وجميع المصاريف، ان الاسعار طلعت بكثره. ولهذا كنطلبوا، كاينين الناس اللي هم معاقين، كاينين الناس اللي عندهم مشكل ديال الحاله الصحيه، منهم هذا الشخص هذا راه معاق، ما عندوش درايه باش يخدم لا في السواق ولا حتى في شي حاجه. يعني راه محرف ليديه، ما عندوش، والرجل ديالو حتى هي فيها اعاقه، ما كيتحرك، ما كيقدر يمشي لشي بلاصه. والسلام عليكم، وكنحترموا السلطات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اخواني المواطنين، هاد السلطه ولا الناس المسؤولين الكبار، حنا ما تنطلبوا منهم حتى شي حاجه من جيبهم، حنا تنطلبوا منهم يفعلوا لنا المشروع ديال سيدنا الله ينصره. سيدنا قال لهم بانهم العيش الكريم للمواطن، المواطن تعاملوا معاه مزيان واعطيوه حقه. حنا ما طلبنا لهم حتى بشي حاجه، قلنا لهم يعطيونا المبادره الوطنيه ديال جلاله الملك نصره الله. ما كايناش، خداو في السعاده، خداو في السعاده، خداو في الامام علي، خداو في باب فتوح. هاد الناس هاد مفروري، هاد الناس هادو فين عيمشيو؟
هاد الناس راه لقاو ديالهم هاد البلاصه. الناس هنا كاين عنده 25 عام 30 عام هو خدام هنايا، دار دار ولاد من هاد البلاصه. حنا ما دابزنا معاهم، عطاو تيعطيو للناس وحنا ما تيعطيوناش. حنا دابا تنطلبوا من هاد المسؤولين يفعلوا لنا المشروع. هادي 6 سنين ولا 7 سنين باش دفعنا هاد الفوتوكوبيات وهاد الشيء، لو كان كانوا فعلوا لنا المشروع كنا حنا غنسبقوا شارع محمد الخامس في الهيكله. دابا اللي وقع حنا خلاونا تال التالي، ها حنا ارى كيفاش علاش، وهو جاي دابا العيد الكبير. هاد الناس انا كنض على علاش على علاش خصي علاش خصي انا دابا جاتني 6000 ريال ديال الموضوع باش غنخلصها. انا ما عنديش باش نخلصها. هاد السيد هذا كاري، هاد السيده كاريه، هاد الناس هادو كلشي ما عندوش، كلشي درويش. دابا تنطلبوا، شو حنا تنطلبوا منهم، تنطلبوا منهم يفعلوا لنا الجرس ويقوموا لنا بالواجب اللي قال لهم سيدنا الله ينصره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. حنايا دابا هاد العواشر وما داروا معنا حتى شي حل. قالوا لنا نوضوا فين غنمشي، وليداتنا علمناهم البيع والشراء، واش هاد الاولاد غادي يسرقوا نصيفطوهم يشفروا. حنا معلمين ولادنا باش ما يسرقوش حتى كبروا، علمناهم التجاره ويخدموا على ولادهم. دابا هما سجروا عليهم، ما عندهم لا باش يخلصوا لا باش حتى حاجه. واش هاد الاولاد باغيين يعلموهم يسرقوا؟ انا ولادي ربيتهم تربيه حسنه وكبروا، دابا ولاو 30 عام في الواحد ولا 36 هما في الشارع، ودابا بغاو يزولوهم. اذن هاد الدراري غيخرجوا عليهم باغيين يسرقوا يديوهم للحبس. حنا تنطلبوا لهم يعطيوهم حقهم، يعطيوهم شي بلاصه. هاد الاولاد كلهم هاد الشباب راه ينوضوا يسرقوا، يعطيوهم شي بلاصه فين يخدموا على راسهم. دابا حاليا ما يوجدونا عاد يهزونا، ماشي يهزونا قبل ما وجدونا. حنا ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش حنا فين نمشيو، وهما حاكرين علينا. اللي زاد ولد هضر كيدوروا به، كيهزوا في سطافك كيتكرفصوا عليه كيديروا الحبس. هذا الشيء ماشي قانون. حنا مسلمين، واش حنا يهود؟ حتى حنا مسلمين، حتى حنا تنعيطوا عاش الملك، حتى حنا مداك الملك، حتى حنا عاش الملك مسلمين خوتنا. ولكن لا باش يخرجوا لنا على ولادنا ويديروا لنا غير نوضوا تقعدوا، ما دارولناش فيه شحال، هما كيقاولونا وكيقطعوا لنا داك التصاور وداك كل شيء. ها اليوم غنعطيوكم غدا بعدوا ليه، وفي التالي المطار جاو جراو علينا وما عطاوناش، ودابا تيضحكوا علينا الناس. هما ما يعطيوكمش، هما كيضحكوا عليكم، هما كيكذبوا عليكم، وحنا مليوحين. والعيد هذا واش هاد الدراري غيمشيو يسرقوا؟ راه تقليد ولادنا على رقبتهم، ولا مشاو للحبس ما نسمحولهمش على ولادنا. وشكرا.